أم ياسر من الخبر تقول يا شيخ الوالدة تأمرني بأن يطلق زوجي يطلقني زوجي والدته يأمر زوجها بأن يطلقها ويطلقها وأنا أتعامل معها بلطف وأتعامل مع أمه بلين وأسهر على راحتها وأنا في حيرة ومن أمري هل يوافق زوجي أم لا إذا كانت امرأتك امرأة صالحة في دينها وفي عشرتها وتعاملها ونزيها فلا يلزمك ان تطيع امك في طلب طلاقها نعم